اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم صوتكم. راح نعرض لكم بهاي الحلقه ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم مشاهدينا الكرام عبر ارقام هواتفنا اللي تشوفوها في اسفل الشاشه. تقدرون تتصلون باي لحظه على واحد من ذني الارقام في حال ما تامن الخط وياكم لاي سبب كان. تقدرون تتواصلون ويانا ايضا على تطبيق الواتساب على الرقم المخصص لتطبيق الواتساب الرقم الاخير اللي بصفه الاشاره الخضراء. تقدرون تتواصلون ويانا على التطبيق برساله مكتوبه. اتمنى تكون الرساله مطبوعه بالاسم والمكان حتى نقدر بالدقائق الاخيره نقراها من حلقه هذا اليوم. نبدي حلقتنا مشاهدينا الكرام اليوم من قضيه مهمه وحساسه، هي انهيار الواقع الصحي. هذا الملف اللي بشكل اساسي ياثر على حياه المواطنين. لما نرتقي بالملف الصحي خلينا نحافظ على أكبر قدر من المواطنين وعلى حياتهم. لما ينهار الملف الصحي خلينا نتسبب بموت الكثيرين نتيجة للأخطاء اللي تصير هنا وهناك. نبدي ملفنا هذا من محافظة بصرة، ولقينا مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يرصد به مواطن انقطاع التيار الكهربائي عن قسم الطوارئ والأورام وأمراض الدم بالمحافظة. السؤال هنا، شلون يتقطعون كهرباء عن مركز صحي أو مستوصف أو مستشفى؟ شلون الناس والمرضى رب العالمين يشافيهم إن شاء الله يقدرون يتلقون العلاج في هكذا نوع من المستشفى؟ تعالوا نشوف. أورام طافية صار لها نص ساعة هي والطوارئ، تو اشتغل بها قلوب واحد على الشحن ما ادري شنو. هاي مستشفى الاورام، مستشفى الاورام مال بصره، هاي طافيه كهرباء. وهاي عندنا مرضى حالتهم خطره والله العظيم، هاي عوائل قاعدين ومستشفى، مستشفى طافيه ما بيها كهرباء، طفى صار لها نص ساعه. وهاي الطوارئ طافيه، هاي مستشفى الاورام، هاي الأورام. الله ينتقم منك يا عباس التميمي، الله ينتقم منك انت وكل مسؤول وياك بالصحة مال البصرة، دمرتها. هاي مستشفى طافية هسه، صار لهم نص ساعة مطفية الكهرباء. شوف ذاك الفندق يشتغل وهاي المستشفى طافية، طافية. وين النزاهة؟ وين الدنيا؟ كهرباء طافية، الله لا يوفقكم. المفروض بكل مستشفى اكو وحدة خاصة للطوارئ، انا ما احكي وحدة خاصة للطوارئ لما المريض يطب لها، لا، دا اقصد هكذا حالات طارئة. وحدة طوارئ صيانة مصاعد، كهرباء عاطلة، المفروض اكو مولدات، لأنه أنت تحكي على مستشفى 99% من الأجهزة اللي موجودة بداخل المستشفى تعتمد على الكهرباء بالدرجة الأساس. شخص يحتاج إلى جهاز قلب الصناعي وهذا يعتمد على الكهرباء، إذا هو يحتاج هذا الجهاز وكهرباء ماكو وتنفس ماكو وهواء يعني دمه يتحرك بجسمه يموت. شخص عنده مشكلة أو داخل في غيبوبة ويحتاج إلى جهاز أكسجين، وهذا الجهاز احنا ما نحكي بس على الصوندة، أجهزة الأكسجين مال إنعاش اكو بها أجهزة ثانية مرتبطة بها، جهاز الأكسجين ويا جهاز نبضات القلب ويا جهاز ضغط الدم ويا جهاز ويا هواية أجهزة، لأن كل يشتغلها على الكهرباء. زين لما تدخل واحد للإنعاش وانت حاط له انبوبه اكسجين وقناع بوجهه وقاعد يتنفس اكسجين بس قلبه ما دا يتحرك، وهذا الجهاز اللي باصبعه ما دا ياشر يمك انه ماكو نبضات، يموت وما تقدر تنعشه. هرد افتهم مستشفى بلا كهرباء بيا زمن. حتى بالحروب اذا تقرون قوانين جنيف ومعاهدات الإنسانية في الأمم المتحدة، إذا تقرون قوانين الحروب راح يقول لك حتى في الحروب لا مستشفى تنقصف، لا مركز تعليمي ينقصف، لا ملجأ ينقصف. بس هاي شفناها على إيد الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في فلسطين، مستشفى تنقصف، ملجأ ينقصف،
مدرسة تنقصف عادي. نبقى بالبصرة، أحد المواطنين اشتكى من قضية انعدام الخدمات بالمستشفى الجمهوري أو المستشفى التعليمي بالبصرة خلال محاولته علاج ابنه. يعني أكو أشياء بديهية، الإنسان لما يمرض أو يمرض أحد أفراد عائلته مباشرة يتوجه إلى أقرب عيادة أو مركز أو مستوصف أو مستشفى. ليش؟ هو يعرف يعني من نفسه يقول لك هناك ألقى العلاج. لكن يروح والحال مثل هذا الأب مصيبة. تعال نشوف. أنا هاي عندك إصابة، صار لنا ساعة بمستشفى الجمهوري وردها مال الضمان بس مضمد واحد فيها، خلينا وطلعنا. هاي البصرة صارت عالمية. سعد العيداني ابن مجروح داخل إلى الطوارئ، بالطوارئ أكو شعبة للكسور وعلاج الجروح الخفيفة، هي الضمادات اللي ما يحتاج لها باندج، شاش، مطهر طبي، وفي بعض الأحيان يحتاجون خيط وأبرة، وإذا يردون يفتحون خيط يحتاجون مقص، بس ما يحتاجون شيء. وممرض وطبيب، بس يقول لك ساعة أنا قاعد أريد ابنه نشف دمه، وماكو واحد يجيهم لأنه أكو بس واحد، بس واحد يشتغل. ويقول لك إحنا في تطور، نحن حكومة الخدمات، نحن في زمن الديمقراطية، الشعب العراقي مرتاح، راكب سيارة آخر موديل. شنو يعني راكب سيارة آخر موديل؟ هو كل شيء ما عنده. شنو يعني بيوت العراق صارت مليارات؟ هو كل شيء ما عنده. شنو يعني أنت توفر له سيارة وبيت وما موفر له أمان وما موفر له غذاء وما موفر له صحة وما موفر له زراعة وما موفر له تربية وما موفر له تعليم وما موفر له جامعات وما موفر له أكل وما موفر له شغل وما موفر له وظيفة ولا راتب ولا 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 ولا؟ شنو يعني تجي تقول للعراق برفاهية؟ يا رفاهية هاي تحكي عليها؟ روحوا روحوا افتروا، أول تحتاج تفترون افتحوا الإنترنت واكتبوا معايير الرفاهية عند الشعوب وشوفوا شنو يعني رفاهية. ذني مو رفاهية ولا اللي أنتوا تحجون عليها، بس مال أنتوا عايشين برفاهية. إي أنتوا يا السياسيين عايشين برفاهية لأنه ما تشوفون هذا الحال. نطلع من البصرة نروح إلى محافظة القادسية، بالتحديد في دائرة صحة الديوانية قسم الأمور الفنية شعبة اللجان الطبية. أحد المواطنين يشتكي من تفاقم معاناة المرضى والمعوقين بسبب تأخير أو تأخر المدير عن الدوام ويا لجنة الأطباء. هذا اللي أدى إلى تكدس وازدحام للمرضى أمام المديرية. تعالوا نشوف. الآن من اللجان الطبية في محافظة الديوانية الآن الساعة 10:00 أو 3 دقائق الصبح، لحد الآن مدير اللجان الطبية ما موجود، لا هو ولا اللجنة، لا هو ولا لجنة الأطباء. مدير اللجان الطبية مال الديوانية لحد الآن ما موجود، لا هو ولا لجنة الأطباء. الموجود اللي اجى قبل شويه صار له من اجى ابو الباطنيه، بس ابو الباطنيه توجه، والمعاون موجود من جيت انا لقيت المعاون، بس المعاون موجود بالتسعه موجود. ليش يعني؟ والله صار ازدحام، المرضى يعانون خطيه. هذا الحال بالديوانيه بمحافظه القادسيه. نطلع من القادسيه خليني اطببكم الى محافظه الذيقار وبالتحديد مركزها مدينه الناصريه. وثقلنا أحد المواطنين خروج مستشفى الحبوبي للأمراض السرطانية عن الخدمة وتكدس المرضى في المستشفى بسبب نقص الأسرة بالمركز، وهذا أدى إلى معاناة كبيرة إلى مرضى السرطان لأكثر من 300 مريض. تعالوا نشوف. شوف هاي الأعداد، هاي القاعة الثانية، شوف مليانة كده. ماكو مكان والله العظيم،
صح في العالم مثل زين ما شفاه لا مش ناحي هنا حسن ما شوف شوف اللي قاعد بقى ما كنا هاي وضعية المستشفى الأورام هذا بالله مستشفى يحتاجونهم شايفين هذا البوق مال يستخدموا الشرطة في العمليات الخارجية اللي يصيح به الضابط يحتاجونهم واحد يطلع واحد مريض سرطان مرحلة أولى طب قاوش رقم واحد مرحلة ثانية طب يسرى أخوي أنت ثالثة خليك بمكانك أنت رابعة ويوزعوهم على المراحل مالتهم وراها يطبون للردهات أو للقاوش للغرفة أخوي بلا زحمة دنا لغات نام بصفة أخوي نام جيبوا لنا سدية ثانية تعالوا أنت اثنين نام هنا شوي رجليكم لفوق تعال نام بالعرض أدري شنو الفيلم شو سجون العراق واللي هي مركز إصلاحي ما بيها شيء الإصلاح وبعيد عن الإصلاح والناس يبيعونهم بالمتر المربع وينامون وهم واقفين مستشفيات العراق المرضى متكدسين هم ما دنحكي على واحد فلاونزا لو دنحكي على واحد عنده جرح لو دنحكي على واحد عنده رمل أو حصوة بكلية لو مرارة دنحكي سرطان الله يشافيهم ويبعدنا ويبعدكم عن هذا المرض هو من قاع المريض هسه شايف الدنيا كلها سودة هو اسمه المرض الخبيث هو هذا الشخص يحتاج عناية فائقة حتى تطلع من الفوبيا اللي هو عايشها من السايكولوجية السيئة اللي هو بيها تطلع من هاي البيئة حتى تدخله ببيئة صحيحة بيئة جيدة حتى يقدر يتقبل العلاج حتى العلاج يمض بجسمه حتى يتعالج مراكز مرضى السرطان في دول العالم عبارة عن منتجع سياحي 7 نجوم مو 5 و6 بس في سبيل أن يجدون بيئة صالحة لعلاج مريض السرطان حتى شوية يغيرون نفسيته وإحنا الجماعة هنا حاطيهم واحد فوق الأخ وواحدة من المرضى إذا شفتوها نايمة بالقاع الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت وأول تعليق ويانا من ولاء الموسوي وين الجهات الرقابية لو فقط مجمعات آيات عبد الرسول إلى متى الناصرية هيك وهم إذا نطالب بناء مستشفى تأخذ لها بالقليل 10 سنوات جعفر محمد للأسف الصحة هنا تحتاج لصحة حسين الناصري الله ينتقم من حكومة يومية عطلة ومرضى ضالة بدون علاج ولا عناية أبو عبد الله العصمي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله مصيبة والدولة ملتهية بس بوق حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم شعب دمرت الأمراض يا الله يا أرحم الراحمين أنت المشافي المعافي شافي كل مريض والمشرفاوي أحمد طبعا هاي دائما يصير هيك والمريض يظل ينتظر بين ما يكمل واحد ويدخل بمكانه والأعداد بالتزايد والمكان صغير وصار أكثر من 4 سنوات على هذا الحال فكان هذا تعليق الناس على قضية انهيار الملف الصحي في العراق أبو عمر من بغداد حياك الله حياك الله أستاذ أفل المحترم تحياتي لقناتكم العظيمة والسادة المشاهدين الكرام حياك وبياك أستاذ أفل إحنا كمواطنين عراقيين كل المعاناة اللي عانيها سواء إذا كان المواطن في بغداد أو في بصرة أو بأي مكان كان في محافظاتنا العزيزة إحنا يعني للأسف إحنا من هذا الحكم ونظام الحكم اللي إجا من 2003 لحد الآن نظام ما يعني يتحكم رئيس وزراء يقدر يحاسب أي يعني أي وزارة كانت بالخصوص يعني لموضوعك الآن على وزارة الصحة يعني وزارة الصحة نعرف أنه عمايم أنه كام شتم ودراء المنتسبين لهم هذول يقولون احنا رجال مقاومه واحنا ناس ضد الفاسدين واحنا ناس نحب العراقيين واحنا ناس ضد كل فاسد اللي يسرق ويدمر البلد طيب وين الموضوع من هذا كله اللي قاعد المواطن اللي بيروح للمستشفى وما يلاقي العلاج وما يشوف اي دكتور يعني من اختصاصه من يكون المريض يدخل المستشفى يلقي الدكتور الاختصاص له يلقي العلاج يلقي الاسره يلقي صاله العمليات
يلقى كل هاي الامور متوفره. ليش؟ لانه المواطن هسه اليوم احنا يعني وضع العراق يعني سيء، لا رواتب ولا حالات يعني نقدر بيها، يعني حالات العطاله والبطاله يعني كلش زادت، يعني زادت اكثر 60%. فيعني المفروض رجل الاصلاح والناس اللي كامشين هاي الوزاره يعني عينهم على البلد. احنا لمتى نظل هيجي ناس تاكل بالشعب العراقي وتاكل بمواله وتاكل بحقوقه ويدعون احنا رجال مقاومه؟ وين الرجال المقاومه اللي تدافعون عن وطن وشرف العراق ومقدسات العراق؟ ما هم ناس باطله. يعني السوداني يعرف قبل فتره انه يعرف ان زار مستشفى الكاظميه. يعني احنا كعراقيين من شبنا كل العراق يعني من شاف هيك الموضوع قلنا راح يتحرك على المستشفيات وراح يحاسب الفاسدين، بس للاسف محمد الشياع السوداني لا هو ولا اللي بقبله ولا الجاي يقدر يحاسبهم. ليش؟ لان يعني اكو جهات قويه اقوى من سلطه اللي قاعد يحكمها رئيس الوزراء. فاحنا ما زالت هاي الميليشيات والاحزاب والعمائم اللي تحكم العراق. لازم الوزارات كل وزاره ما بيها اي يعني اي ناتج وما بيها اي يعني صالح يخدم المواطن العراقي ويخدم انه هذا الشعب. فللاسف احنا وزاره عندنا وزاره كلها ناس باطله حراميه جوي من اجل منافعهم. ليش ما يشوفون الامراض السرطانيه؟ ليش ما يشوفون الغازات غاز الميثاق اللي قاعد يتطاير بالبصره؟ ليش ما يشوفون كل هاي الامور اللي قاعد يحس بها المواطن؟ ليش ما يدرون انه يشكي المواطن ويعاني؟ بس هم قدرهم اللي ينتقدهم واللي يحكي على العمامه راسا يروحون يقتلوه ويعتقلوه. ليش حكيت وليش سبيت وليش اعتقلت؟ طيب انتم ناس شرفاء وناس تحبون الوطن وناس ما كانت تنتقدكم. بس للاسف احنا هسه اليوم في وضع صعب. يعني المدراء وكل المستشفيات ما تقدر تكتب تقرير وما تقدر ترفع شكوى بانه المواطن يريد لا شيء ولا شيء. لكن للاسف هي الاحزاب والميليشيات اللي قاعده تسير البلد واللي قاعده تمشي بامور البلد. لا محمد الشياع السوداني يقدر يحاسب ولا اي واحد. فللاسف ما نقول انه حسبنا الله ونعم الوكيل والشفاء العاجل لجميع المرضى وربي شافي العراقيين جميعا. واللهم يخلصنا من هاي الاحزاب الفاسده اللي حكمت العراق من 2003. وانا اشكرك استاذ افل وحياك الله. يعاني النازحين بمخيم بزيبز بمحافظة الأنبار من نقص الاحتياجات الأساسية، وتستمر وزارة الهجرة والمهجرين بإهمالها سكان المخيم بوسط الكثير من المناشدات الكثيرة، وفي مسعى حكومي طائفي متعمد لسلب كرامة وإذلال أطفال ونساء وشيوخ من بلدهم. تفتقر المخيمات إلى مستلزمات أساسية، ويعاني النازحون في قضية الحصول على مياه الصالحة للشرب، إضافة إلى قضية انقطاع التيار الكهربائي بشكل متواصل ولأيام متواصلة. أجمع مراقبين على أن أوضاع النازحين ومخيمات النزوح بعدها على حالها وما تحسن بأي شيء، وبعد النقص بالمساعدات اللي ما يعني إلا ما يجود به بعض المحسنين وبعض المنظمات الخيرية بدون وجود أي اهتمام حكومي بملف النازحين، وبوسط تضييق مستمر عليهم بشكل غير إنساني والأسباب مجهولة. عندنا نازحين إلى مخيم بزيبز بمحافظة الأنبار ناجدوا من أجل إنهاء معاناتهم بسبب شح المياه وانقطاع الكهرباء، إضافة إلى الإهمال الحكومي المتعمد. تعالوا نشوف نازحي مخيم بزيبز. هاجينا على الطريقة هاي عدة مرات، ناشدنا وحجينا وسولفنا، ولا حكي ولا فعل، أي فعل ماكو. حاليا المخيم كله ما بيمر. المخيم كله عايش بالضيم والهضم على البراين والبي المالح، قتلهم الجرب بالضيم. ناس مرة صارت اسهال شربوا بغسولهم كله من وراء البراين. وهذا البوري شوفه فارق بعينك، شوف بس المواطن بشتيه. انا جيت بالباب حتى كسره بالليل، الله ما الله، بس كيف تخاف يطلعون بلوى وحشايه. كم عائله تقريبا؟ عمه بي 140 عائله. هذا القطاع كل قطاع 250 عائله. مواطير جاي متفرغ، جاب مواطير اختفى المواطن ما ادري وين وين راحن. وهاي صار اليوم شهر ماكو لا مي ولا اصخام يسخنون. اي والله ناشد من يلا قلت ناشد حاكي. يعني 1600 عائله عتبي علي على وزاره الري مال العامريه، على مال الرمادي، على وزاره الهجره. الضيم شنو هذا؟ هو الحياه بدون مي تسوى؟ ما تسوى انسان ميت بدون مي. هسه كهرباء قلنا قشره تكشرها ما اريدها. هاي هي تنعاش هالخيم، هي احد يسكن بيها؟
قلنا المي عوض مكان الكهرباء، هسه لا مي ولا صام مي ولا كهرباء. شو تناشدون؟ شو الناشد؟ ما الناشد بس الناشد الله. الجوار تنضرب عامية ماكو غير الله ودول الجوار عم نلتجئ غير دولة. خلي شغلنا حيل ويا هالظيم هذا الاسود. ناشد من الناس الخير تنضرب عامية يشوفونا يشوفونا دناكر يشوفونا وسيلة حل المي. ترى والله العظيم عندنا كبار سن وعندنا أطفال وعندنا عجايز الله وكلكم يعني يوميا نقول راح يموتون من سبب الحر وسبب المي. جان نشرب مي مال مالح مال حفر آبار. ناس الخير حفرت لنا آبار جزاهم الله خير. جان نشرب من عندها ونسبح من عندها ونركب من عندها. يا مخيم حي مخيمات بزيبز قطاع الثالث. حال النازحين في مخيم بزيبز، لكن عندنا احد النازحين ايضا من مخيم بزيبز ويا مجموعه من الاطفال يناشدون اهل الخير، يناشدون اللي عنده قدره حتى يساعدهم في توفير المياه، لان هم يعانون من قضيه انقطاع المياه من اكثر من شهر. اما الحلول الحكوميه ما موجوده حتى تخفف معاناتهم. هاي المعاناه اللي يعيشوها خصالهم اكثر من 9 سنوات في مخيمات النزوح. هم بوسط هاي المعاناه والحكومه تقول لك احنا نريد نسدهم، دولة دي يكلفون الدولة العراقية أموال طائلة. تعالوا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا نازحين في مخيمات بزيبز، نطالب من الناس الخيرة والناس اللي الدور أجر وبالثواب إنه يجي علينا ويشوف حالنا. مي ما عدنا صارنا بالشهر، صارنا بالشهر ما عدنا مي لا غسول ولا شرب. الله وكيلكم. إحنا مخيمات بزيبز محافظة الأنبار، ونطالب الناس الخيرة والناس الدور أجر، الأجر بالمي، الأجر بالمي. نطالبهم إنه يجون يشوفون حالنا، يحفرون آبار مي ما حتى دعملوا مي مالح بس مال غسول مال المبردات. الله وكيلكم. مبردات دب علينا سموم والحرارة 50 وإحنا بهالمخيم، وهذول الأطفال كاتلهم الحار حتى ما عاد مبردة يعني قدوم. درجة الحرارة 50، الله وكيلكم. ما عندنا ماي لا غسول ولا شرب، واحنا مخيمات بزيبز. وعمي حتى ذا لو تحفرون حتى ذا ماي بالله ماي الحلو بالله احنا قاطعين نفسنا، ما عندنا ماي حلو. بس نريد ابار يحفرون ابار، نحط المبردات نغسل بيهن هدومنا نسبح بيهن. عمي والله عندي طفلة عمرها سنة وشهرين، اروح من جار عنده برين اخذ من عنده مي بجليكان افور لها مي مالح، مي مالح افور لها واسوي لها مميه ونومتها مستشفى، والبارحه يلا طلعتها من المستشفى. الله وكيلكم. لا مي مالح عندنا لا مي حلو، وعندنا كبار سن. هذا حال المخيمات اللي هم يريدون يسدوها. لما نسمعهم واحد ويطيعون ينظرون بالتلفزيون السياسيين يقول لك النازحين دا يكلفونه، شنو كلفوكم؟ عمرتوا مناطقهم؟ انتوا جاي تعمرون مناطقهم اللي تدمرت بسبب الرمي العشوائي اللي انتوا سووه وسياسه الارض المحروقه في محاربه تنظيم حلق الداتا امام تاريخ الجيش العراقي، واللي ما قدرتوا له لحد هاي اللحظه. اكو فلول من عندهم دي يعيثون الفساد بالعراق ودي يكلفوكم اموال طائله طائله. شنو اللي دا تكلفكم هاي المخيمات؟ كل شيء ما مسوي لها انتوا. شو هي الخيم نفسها من 9 سنين لليوم وهم مدبرين نفسهم. ابو محمد عيساوي، من تقرب الانتخابات يجيكم مي، لان السياسيين يقوم يفترون عليكم ويدورون اصوات. احمد حسن، الله يكون في عونهم ان شاء الله. يونس الدليمي، الى الله المشتكى نحتسب امرنا لله الواحد القهار على كل ظالم. ابو سمر، للاسف ماكو شخص صادق يشتغل على ملف النازحين. الاستاذ عدنان اغا الصالحي، حسبي الله ونعم الوكيل من كل وزاره هجره المهجرين، كلهم حراميه الله ينتقم منهم. قائد كامل محمود، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من صعد بروسهم وبالتالي عافهم ما وصل لهم وشاف معاناتهم، ما وصل لهم وشاف معاناتهم. ابو علي من مدينه الديوانيه، حياك الله يا ابو علي. يا حيل، السلام عليكم. عليكم السلام. اقسم بالله بعهد السودان تراجعت الخدمات ما تقدمت عندنا. نعم. ترى الخدمات تراجعت عندنا ما تقدمت. نعم. يطلع هذا العامل يقول احنا ما نبوك نقطع ايد اليبوك. هاي نوابك ترى الفاحش منين جابتها هاي؟
هاي نوابك منين جابتها اللي بقائمتك منين جابتها هاي الأموال هاي؟ مو أبو علي أكو سؤال أبو علي سؤال لما واحد أبوه يورث له مزرعة ويروح أو أبوه عايش وعنده مزرعة ومقتدر والابن يروح يشيل من الدخل تعتبر سرقة؟ لا ما تعتبر سرقة. وهم يعتبرون العراق الورث مال خلفهم فما يبون. والله هو مال خلفه 40 مليون هذا اللي عايش انت فيه، وين اكو شعب تبوق بلفته 20 سنة صار لك وانت عايش لا ماي ولا اكل. نعم. انت ما حاسب روحك انت عراقي علينا. انت عندك جنسية وتطلع بأي ساعة. بس احنا من أبن وجد بالعراق. نعم. يعني احنا ماينا نشرب من صرف الصحي. يعني المياه عندنا صفر تحت الصفر والله ما شايف ماي أسود. يعني انت محل خلو يعني هاي حكومة السودان يبني بالجسور ببغداد ترى بالجنوب ماكو خدمات قالت تراجع يوم بعد يوم. نعم. يعني حاطين الشغب طلعنا طالبنا جابنا الشغب. نعم. يعني انت شنو فرقك انت وعدايم تجي منا فدائيين صدام؟ يعني انت حاط فدائيين صدام تعيدهم علينا؟ يعني اللي طالب بماء يطالب اي شيء طالب السيارات منين احنا السيارات على 80% العلاقة منين السيارات؟ السيارات عندنا نوافكم وعندها الربحة وعند السياسيين. تتعالينا حفاية احنا بالديوانية حفاية الله وكيل اغلب شعب الديوانية حفاية يعني بنقول لك حفاية بس انت فوق وشفت الفلوس بعد ما تتفقد هاي المحافظات واللي تجيبهم كلهم من قوائم مشبوهة. والله من قوائم مشبوهة يعني بنحكي لك اني انا مو احكي لك دفاعا عن الديوانية بس هاي الديوانية هي اللي تحكي. نعم. هو لو يطلع وشوفه تحكي له بعيونه تحكي له لسه الناس بعد الجدي وقدم قواطي ونفطها عايشه به 60 دوله والله العزيز ما ادري شلون الله ما بلكي الله يقلبها بيكم والله ان شاء الله تنقلب الخضرة عليكم ولا نخلفوكم وعلى جيابكم همار. مشكورين. شكرا شكرا لك ابو علي. نروح الى ملفنا الثالث ونبدي من محافظه كربلاء ويا احد الناشطين. نانا راح يحكي لنا عن قضية هي ظاهرة الاستيلاء أو احتلال خلينا نقول المساحات الخضراء داخل المحافظة. يقول أكو مساحة خضراء تم تحويلها إلى محلات تجارية. تخيلوا. يقول أنا رصدت أثناء تجوالي بالمحافظة بشارع حي النصرة مساحة خضراء كان من المفترض هاي المساحة تكون متنزه بارك عائلي الناس تروح تتنفس به. لكن تم تسليمها إلى مستثمر حتى يبني عليها محلات تجارية. ما اكتفى المستثمر بهذا الشيء لا اتجاوز على الرصيف. اجى الناشط دا يتساءل يقول هل يجوز التجاوز على الرصيف؟ الرصيف مو من أولى أموال الدولة؟ لو أن الحكومة همينة صارت من ضمن صفقاتها تبيع رصيفها وليش ما يهتم حاسبة المتجاوز لو أنه القانون يطبق فقط على الفقير؟ هاي التساؤلات اللي طرحها وخلونا نسمعها. عليكم أهلا وسهلا. طبعا اليوم لفت انتباهي أنا وداد أمشي في الشارع كنا على طريق حي النصر. شوف هذا الشارع مال حي النصر من اتجاه الملعب من محطة السلطاني. هذا أنا أدري بيه رصيف هذا أشجار وهنا هم رصيف وأشجار هو حديقة. بس لفت انتباهي أنه هذا البناء اللي صاير على الرصيف ما أعرف الدولة قام يبيعون الرصيف وهذا ما اعرف متنفذ. هاي سؤالي للسيد مدير البلديه بلديه كربلاء. هاي مو مساحه خضراء وحديقه؟ زين الاخوه بالدفاع المدني هذا ترى سريع الاشتعال ويحترق بسرعه. هذا انتم شفتوه بلا زحمه عليكم؟ هاي قضيه. القضيه الثانيه زين شو عن الناس هسه بغض النظر انا ضد التجاوز. شو هذول المتجاوزين رحتوا فلشتوهم زين هذا هم تجاوز. لو هذا بعد تفهمونه حتى نعرف لو هاي استثمارات وحدها. بس انا وصلتني معلومه دقيقه هسه من وقفت هنا يعني انا ما ادري وقفت هنا اجاني ولد قال لي هذا عنصر من عناصر ابو شفقه منتسب مطيهايه. فهاي ايضا رساله للاخوه بالنزاهه للتحقيق بهذا الموضوع ومدير بلديه كربلاء تجاوبنا تتكرم لطفا. عنصر مع ناصر ابو شفقه تيار لا حد يحير الزرقه لا حد يصفن انا اقول لكم اياها. شنو يعني ساندويتش فنال يحترق؟ يلا العراق تعود على المجازر وعلى الكوارث.
بقت على كربلة، هاي هم هيك يحجون. يا رب ما تصير. بس العراق درجات حرارة بعالية جدا، احنا شلون نستخدم هيك مواد؟ مو طلعوا ناس وخبراء وقالوا هاي المواد ما يصير نبني بيها بداخل العراق لان اجواءنا ما تسمح نستخدم هاي المواد. من يسمع؟ اما النجف احد الناشطين بيها رصد لنا مساحة، هاي المساحة موجودة وين؟ بين حي الامين والكوفة. تمام؟ تم منح هاي المساحة للاستثمار على الرغم انه هي حسب التصميم الاساسي للمدينة هاي مساحة خضراء ومتنفس للعائلات. لكن بداخل هاي المساحة الخضراء اللي اعطيت استثمار الى احد الشركات التابعة الى احد المتنفذين تم تحويلها الى جملون يبيعون بسيراميك، بنزينخانة ومسبح. تعال نشوف. طبعا انا الان بالمنطقة المتنازع عليها من قبل بلدية النجف والكوفة اللي هي ما بين حي الامير وجهة الكوفة، هذا معرض النجف الدولي. هذه المنطقة يفترض أن تكون منطقة سياحية ومتنفس لكل العوائل النجفية والعراقية بصورة عامة، يفترض أن تكون منطقة خضراء، هي بالأساس منطقة خضراء جرفوا كل خضار بيها. هذه المنطقة اليوم انطوها استثمار، ايش راح يسوون بيها؟ ذاك المكان مسبح، هنا جملون لبيع السيراميك، وبعد لهناك اللي قدام يعني صار الظهري جهة مستشفى الصدور محطة وقود، ومحطة وقود ثانية قدامها، ومحلات لبيع السيراميك خلفهم. يا أخوان هذه المنطقة يفترض أن تكون منطقة خضراء وأن تبقى منطقة خضراء، انطيتوها محلات لبيع السيراميك ومسبح وجملون لتصليح السيارات وما أعرف إيش. ليش يا أخوان هذه المنطقة يفترض أن تكون منطقة خضراء ومتنفس لكل العوائل النجفية والعراقية؟ الكل يعرف اليوم في مدينة النجف سرقوا ملاعب كرة القدم، سرقوا المتنزهات، سرقوا الأماكن الخضراء، سرقوا كل شيء جميل في مدينة النجف. ما بقت بس هذه المنطقة عندنا، وقلنا لكم سوونا إياها منطقة خضراء، سوونا إياها متنزه، هي على أساس متنزه النجف الكبير بذاك المكان، لغيت المتنزه وحولتوه محطة وقود. بالله شنو يريدها حزب فلان وتمكين فلان وما أعرف إيش. يا أخوان يجب إلغاء كل فرص استثمارية في هذه المنطقة. بنزينخانة يبدوها بمساحة خضراء بالمحافظة، والعراق في أكثر من مكان تصير بمشاكل بالبنزين وعدى أزمة بالوقود. العراق اللي دا يعيش مأساة، مأساة كل شيء تم تحويله إلى استثمار. أنا خايف لا بالمستقبل القريب يطلع لنا ناشط ويقول هذا اللي دا تشوفوه أمامكم وهذا بالأساس المفروض هو إنسان، هذا الإنسان هو من المفروض حسب التصميم الأساسي للعراق ومواطن عراقي تم طرحه للاستثمار، لأن بقوا بس الشعب ما طرحوا استثمار. محمد الإبراهيمي، عصابات الاستثمارات وخمط الأراضي، كرار نجفي، وين نواب النجف نايمين قاعدين لو حصلوا حصتهم؟ أبو حسين للعقار، الساحات بكل دول العالم تظل خضراء إلا في العراق تصير محلات سيراميك. ابتسام الطائي، حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم، خنقوا النجف في المطاعم والكافيهات والمحلات، ماكو متنفس، شو وقت الشبعون؟ حسبنا الله عليكم والله، من يجي الضيف ونستقبله من المطار نستحي على المناظر المخزية، محلات وسخة زبايل على طول الطريق، من تطلع من المطار شو وقت تهتمون بمدينة النجف؟ هاي إذا تردون تعمرون خصصتوا الأرض للمستثمر، وهذا ما يهم غير شقد يربح على حساب المدينة ويفيدكم بشقد. نرجع ونقول حسبنا الله عليكم. إبراهيم اللاري، النفوذ والمجاملات كل شيء تسوي. بالفيديو الثاني اذا شفتوا قال هذا معرض النجف الدولي، وهو ما وقفوا بمكان كله زباله. هاي لما يجي وفود حتى يطبون معرض النجف الدولي يقول هاي شنو؟ هذا تاريخ الزبل في العراق على مدى 20 عام. تقدر تشوفك طبقات كثيفه من النفايات اللي موجوده هنا، تقدر تعرف الحكومات اللي حكمت البلد شلون كانت تحكم عن طريق النفايات حتى تعرف تاريخ هذا البلد العريق من 20 سنه وجاي. ملفنا الرابع هي من الأساسيات أيضا، اعتادوا العراقيين على الفضائح، الفضائح اللي تتعلق بجودة المواد الغذائية اللي يتم استيرادها عن طريق وزارة التجارة،
وما صار مستغرب لما نشوف فيديو أو صورة لرداءة المواد الموزعة ضمن برنامج البطاقة التموينية اللي تجيبها الحكومة عبر وزارة التجارة من أسوأ وأردأ المناشئ، اللي ما تصلح في أحسن الأحوال بأن تكون علف للحيوانات حسب شهادة الكثير من الموثقين لهذه المقاطع. هذا أثناء لقينا أحد المواطنين من محافظة البصرة وثق لكم رداءة مادة الطحين الموزعة ضمن مفردات الحصة التموينية من قبل وزارة التجارة العراقية. تفضلوا. أخوي ترجاك رجوة أسبوع الطحين مع الوجبة الخامسة شهر السابع، باع لي شلون مفصص، باع لي شلون مفصص، باع الريحة، الريحة لو شوفها، شوف الريحة أسأل استلمها من الوكيل، ماكو فايدة، شناكل حيوانات إحنا بشر، وينكم الحكومة؟ أدري بس على الفقير انتم. اخوي ترجاك رجوه اسبوع الطحين مع الوجبه الخامسه شهر السابع، باع لي شلون مفصص، باع لي شلون مفصص، باع الريحه، الريحه لو شوفها، شوف الريحه اسال استلمها من الوكيل، ماكو فايده، شناكل حيوانات احنا بشر، وينكم الحكومه؟ ادري بس على الفقير انتم. تتذكرون قبل فتره طلعنا هنا فيديوهات ومقاطع عن سواق سيارات الحمل اللي مشايلة حنطة وشعير إلى سايلوات العراق ومعاناتهم في الدخول حتى يفرغون الحمولة ويبيعوها بأسعار رخيصة جداً لاستفادة شخص معين. النتيجة هاي، لأنه بالعراق عندنا حنطة وعندنا شعير. أنا ما أقول لك الحنطة اللي مزروعة بالعراق لما تنطحن وتتحول إلى طحين راح توصلنا إلى درجة الاكتفاء الذاتي، لأنه أنا أعرف كلش زين أنه المساحات المزروعة بالعراق من 2003 لليوم تراجعت إذا مو ثلث، وأبالغ أقول الثلث، فدع 15% من المساحة مزروعة و85% ما مزروعة. أنا أعرف ومتيقن من هذا الرقم، أعرف أنه نظام الزراعة العراقي ميت ووزارة الزراعة ما موجودة، عندنا وزير اسمه وزير الزراعة ويا ريته لو ما موجود لأنه دا ياخذ رواتب ومخصصات وحمايات و و و و والنتيجة هكذا. لكن لو تدعم المنتج المحلي وتدعم الطحين العراقي راح تحتاج جزء بسيط من الاستيراد، فالفلوس اللي انت تعطيها كلها على الاستيراد هسه تقدر تسد الحاجة بها. التميمي المهندس يقول الكمية كلها ستوك أردى أنواع وللأسف بلد نفطي. صلاح حسن المياحي وزير التجارة يقول بيعوه واشتروا غيره، ومن يشتري منهم؟ حيدر يونس هو يا شهر نطة وخوش طحين لو تمن، من شفتها وشافتني حصة تعبانة الحيوان ما يأكلها. سامر محمد حكومة ومسؤولين فاسدين ولا أحد يحاسبهم، وسلام هي الريحة مالته كافية. والحاج حيدر الطيب يقول أكبر خطأ استلام الحبوب من قبل الحكومة بمبالغ كبيرة، لأن شك حنطة مسممة راح يستلمونها الفاسدين في وزارة التجارة وتطحن ويأكلها الشعب. فكان هذا تعليق الناس. علما للتذكير، أغلب الشعب العراقي يعرف برنامج حصة تموينية أوجد العراق إبان الحصار الأمريكي الغاشم في تسعينيات القرن الماضي، إبان نظام الحكم البائد حسب ما هم يسموه. إن وجد نظام الحصة التموينية حتى الشعب العراقي يدرأ المجاعة عن نفسه، حتى الحكومة تدرأ المجاعة عن الشعب. لكن بالحصار بالضيم كانت الحصة التموينية واللي وصلت مفرداتها من 12 إلى 14 مادة أو 16 مادة تجي كاملة، وأكو 80% من أبناء الشعب العراقي آنذاك كانوا يعتمدون على الحصة التموينية اعتماد كلي حتى يمضون الشهر، واللي كان يتوزع بها شاي وزاهي وتايت ودهن وبقوليات كاملة وتمن وطحين وهواية أمور، هواية أمور. واللي عنده طفل رضيع عطوا حليب أطفال، صابون في فترة من الفترات، أنا مملحك سمعت موس مال حلاقة، هواية من الأمور كانت تتوزع بيها. فأكو هواية من الشعب كان معتمد عليها. أنا مو دا مجد، بس أنا دا بين لكم ذولاك وذوله، دا قارن لكم هسه بزمن الديمقراطية. اللي من المفترض لو أكو نظام حصة تموينية الشعب العراقي هسه في زمن الديمقراطية والرخاء المفروض ما يشتري شيء من برا، خصوصا من ذن المواد الأساسية. سجنوا عراقيين الصمت المطبق
من قبل حكومة الإطار التنسيقي اللي رأسها محمد الشاع السوداني موالي لإيران بسبب الأعداد الهائلة من العمالة الأجنبية والوافدين بصورة عشوائية بوسط بطالة كبيرة جدا بين العراقيين اللي يحملون شهادات جامعية ومنها عليا. أكدوا أن هاي العمالة صارت مشكلة اجتماعية واقتصادية بظل ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب. أشاروا أنه تزايد نسبة العمالة ينتج عنا انعدام فرص العمل للعراقيين، عدم تكافؤ في الأجور والامتيازات راح يتسبب بضياع حقوق العامل العراقي. قللوا من احتمالية تنفيذ الحكومة لوعودها أن تستغني عن بعض العمالة الأجنبية وتستبدلهم بالأيدي المحلية، واعتبروا هذا نوع من البهرجة الإعلامية وأوبر بنج تمارسها الحكومة حتى على كل الأزمات من دون أن تحقق أي شيء على أرض الواقع. حتى تعرفون أكثر عندنا إنفوغرافيك عند قسم التواصل الاجتماعي حول واقع العمالة الأجنبية في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين العراقيين. تعالوا نشوفها سوا. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. هاي مشاكل العراق اللي احنا نحكي عنها. مشاكل العراق كثيرة. المشكلة بيهم انهم ما يفكرون بالشعب نهائيا. هذا الشعب اللي دا يتصل بهالبرنامج واللي دا يصور ويوثق. هذا الشعب اللي عايش بضيم لما نشوف ابنه قدام عينه يكبر. يكبر وتكبر ويا احلامه. هو طفل يتمنى يحصل الشهادة. يحصل الشهادة يتمنى يتزوج ويفتح بيت. يتزوج اذا يتزوج ويفتح بيت أو قبلها يتمنى الوظيفة. إذا حصل الوظيفة يتمنى يترقى. هذن الأمور كل شيء ما يحصلهن. هاي الأمور اللي هي من المفترض أساسيات. مراحل العمر اللي تمشي. إنه طفل يدرس على مقاعد الدراسة بالمدارس. يدخل إلى الجامعات ويتخرج. ينافس بسوق العمل. يحصل على وظيفة. يشتغل يتعب ويشقى حتى يحصل على أكبر قدر من المال. حتى يقدر يوقف على رجليه. يوقف على رجليه حتى يفرح أبوه وأمه اللي هم يباعون عليه وهو يكبر قدام عينهم. ويفرحهم أنه صار قد نفسه. يدور بنت الحلال اللي يتزوجها. يفتح له بيت. وبهكذا تنعاد دورة الحياة من جديد لما هو يخلف. ويباوع على أطفاله قدام عينه حتى تنعاد هاي الدورة. المشكلة هاي بالعراق ما موجودة. اليوم بالعراق دورة الحياة هي عبارة كالتالي. عندك حزب تعرفه روح لهذا الحزب. أخذ من عنده ورقة أنت رحت اشتغلت بمكان. عندك فلوس وروح على فلان حزب. قل له أنا أريد المنصب الفلاني تحصله. عندك واسطة وروح على حزب معين وقل له أريد المكان الفلاني تحصله. وتحصل المكان وتحصل ويا درجات وظيفية. وتجيب مواهميين وفضائيين وتجيب ولد عمك وولد خالك وياك لأنه أنت مشتري منصب بفلوس حتى ترجع الفلوس مالتك والشاب العراقي باوع عليك ويتقرضم وفوقها يجي الهندي والإيراني والبنغالي والكوري والصيني والياباني ومع احترامي إلى كل جنسيات العالم يحصل وظيفة بهذا البلد والعراقي يتقرضم
ويسمع بالرواتب العالية والمحفزات والتيكتات والسفر والونسة اللي هو محصلها العام الأجنبي والعراقي يتقرضم. هاي مشكلة العراق اللي دا يعيشها اليوم. العراقي لما يباوع على دول العالم بالتلفزيون هو كان يتخيل في يوم من الأيام أنه هو راح يوصل إلى مصاف الدول العظمى، واليوم ما بي لا مستشفى ولا مدرسة ولا مزرعة ولا بستان ولا ثروة سمكية ولا ثروة حيوانية ولا ثروة بشرية ولا ثروة عقلية، كل شيء ما بي. تتحطم كل آماله بسبب كم واحد جوي على ظهر الدبابة الأمريكية. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذن الله تعالى. في أمان الله.